لصبر حكومة حدود في مواجهة المتظاهرين، وسنلقنهم درسا في الانتخابات البلدية في العام 2014. بتلك الكلمات خطب رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الآلاف من أنصاره بعيد وصوله إلى مطار أنقرة. هجوم ذهب فيه إلى حد وصف المتظاهرين بالجبن، كونهم وصلوا إلى حد شتم رئيس وزراء البلاد. إذا كنتم تريدون الحرية لأنفسكم فلا تستولوا على فضاءات حرية الآخرين. سنقاتل في حدود القانون ولن نسمح لناخبين بالاستيلاء على الطرق. موقف أردوغان الذي يقوم بجولة على مدن تركية في خطوة تهدف إلى إظهار شعبيته في وجه الأصوات الداعية إلى استقالة حكومته لم تثني مئات المتظاهرين عن مواصلة اعتصاماتهم. أردوغان يقول أن الجواب سيكون في صندوق الاقتراع، لكن الانتخابات ستكون مجرد تبرير لما يقوم به اليوم. يجب أن نقاطع الانتخابات ونظل معتصمين في الشارع. أريد هذه الاحتجاجات أن تستمر حتى الانتخابات. هذا التحرك أصبح احتجاجا عاما وسنستمر بدعمه قدر الإمكان، وسيكون رائعا أن ينتهي مع عملية ديمقراطية كالانتخابات. وكان فجر الأحد شهد صدامات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي قامت باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمنعهم من التوجه إلى البرلمان في أنقرة، كما وقعت مواجهات بين مناصري أردوغان ومعارضيه في أضنة.